لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه، ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يدعو أمه دائما إلى الإسلام فتأبى عليه. ففي يوم من الأيام دعاها إلى الإسلام وأكثر عليها فغضبت، وقالت في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما حزن منه أبو هريرة، فبكى أبو هريرة ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. ثم خفضهما ومضى أبو هريرة إلى بيته، فلما حرك الباب فإذا أمه تخرج عليه وقد اغتسلت وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيبكي أبو هريرة فرحا، ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرحا مستبشرا: يا رسول الله، أسلمت أمي. يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، وأن يحبب عباده المؤمنين إلينا. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب عبادك المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة: فوالله ما رآني بعدها ولا سمع بي مؤمن إلا أحبني. لا نعجب أيها الإخوة والأخوات أن يستجيب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نبي على كل حال. وفي موطن آخر كما في الصحيح، يرقى النبي صلى الله عليه وسلم منبره، وفجأة فإذا برجل يدخل ويدفع باب المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. هذا الرجل بدل أن يجلس مع الناس ويستمع إلى الخطبة، أخذ يصيح بأعلى صوته: يا رسول الله، يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام، الناس أمامه منصتون مستمعون، وهذا الرجل يصرخ: يا رسول الله، يا رسول الله. هذا الرجل عنده أمر جلل، لا يستطيع معه أن يجلس ويستمع إلى الخطبة ثم يحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يريد بعد الصلاة. لا، هذا الرجل من شدة عجلته يريد الآن أن يستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ يصيح: يا رسول الله، يا رسول الله. قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، قال: ما لك؟ يعني ما لك أشغلتنا؟ ما لك تردد علينا النداء؟ ما لك؟ قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، ما في مطر، ما في زرع، أجدبت الأرض، ماتت أنعامنا ودوابنا وجعنا. يا رسول الله، ادعو الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، قال: اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس راوي الحديث: ورفعت بصري أنظر إلى السماء، فوالله إن السماء لمثل الزجاجة، شمس محرقة بيضاء، ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة، ليس فيها سحاب مجتمع ولا قزع متفرق. قال: فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال، فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه
إلا ولحيته تقطر ماء. هل الذين يستجاب دعاؤهم فقط من وصلوا إلى رتبة النبوة، أم أننا نحن نستطيع أن ندعو الله تعالى فنرى الإجابة؟ لماذا ندعو في كثير من الأحيان ولا نرى إجابة؟ هل الخلل في موازين الأرض أم الخلل في موازين السماء؟ هل المشكلة فينا نحن في طريقة دعائنا، أم أن المشكلة في الدعاء نفسه أنه لا ينفع؟ تعالوا أيها الإخوة والأخوات نبحث هذه القضية من خلال 4 مسائل. المسألة الأولى، ينبغي أن نعلم جميعا أن الدعاء بحد ذاته عبادة، استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك. يقول الله عز وجل: وقال ربكم، ها يا ربي بماذا تأمرنا؟ نحن عبيدك، أمرنا بما شئت، ادعوني. وإذا دعوناك ماذا تفعل لنا؟ أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن أمرنا الله تعالى بفعل ادعوني، ووعدنا بفعل أستجب. أنت ابذل ما أمرت به ولا تفكر فيما وعدك الله تعالى به. بعض الناس قد تقول له مثلا: لماذا لا تتصدق على هذا المسكين؟ فيقول: يا أخي قد أتصدق ثم لا يتقبل الله مني. يا أخي لا تشغل نفسك بي يتقبل أو لا يتقبل، أنت ابذل الطاعة واعلم أنك تتعامل مع رب كريم أرحم بك من أمك وأبيك. كذلك الدعاء، ادعوني، علينا أن نبذل ما أمرنا الله تعالى به. وقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، الرزاق، الستير، الشافي، هاه يا ربي لماذا أخبرتنا بأسمائك؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني قل: يا ستير استرني، يا غني أغنني، يا شافي اشفني، اشفي مريضي، يا رب العالمين، يا غفور اغفر لي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه المسألة الأولى، احرص على أن تدعو الله تعالى دائما، واعلم أن الدعاء عبادة سواء استجيب أو لم يستجب. المسألة الثانية، روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من داع يدعو الله تعالى بدعوة إلا أعطاه الله إحدى 3 أشياء. أي واحد يرفع دعاء إلى ربه: يا ربي اشفي مريضي، يا ربي اقضي ديني، يا ربي ارزقني وظيفة، يا ربي زوجني، أي واحد يدعو الله تعالى بدعوة فإن دعاءه هذا لا يخرج طريقه ووسيلته وغايته ونتيجته عن 3 أحوال. قال عليه الصلاة والسلام: إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني قال: اللهم اشفي ولدي المريض فشفاه، اللهم اقضي ديني قضاه، اللهم ارزقني وظيفة رزقه، اللهم اكفني شر فلان الذي يؤذيني فكفاه. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. قال: اللهم اشفي ولدي المريض، فارتفع الدعاء إلى السماء بطلب الشفاء، وكان هناك قدر نازل، بلاء نازل، أن يموت هذا الولد في مرضه هذا، فينزل القضاء بالبلاء ويرتفع الدعاء بطلب الشفاء، فالدعاء يمسك البلاء فلا ينزل البلاء إلى الولد ولا يصل إلى الأرض. فيقول الداعي أحيانا: يا أخي ولدي مريض، ومضى لي شهر وأنا أقول: يا ربي اشفي ولدي المريض، ولم يشفى، لم ينفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لمات ولدك. انتبه، لا تقل ما نفعني الدعاء. الثالثة وهي أحلاها، قال عليه الصلاة والسلام: وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. وفي بعض الآثار أن الناس إذا رأوا في يوم القيامة جزاء دعواتهم التي لم تستجب في الدنيا، ودوا لو أن الله لم يستجب لهم في الدنيا دعوة حتى يروها يوم القيامة ثوابا عظيما. قال: وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. قال الصحابة: يا رسول الله، إذن نكثر، ما دام أن الدعاء لا يذهب هباء منثورا، إذن نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله
يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. نحن أحيانا أيها الأحبة الكرام ندعو الله تعالى بشيء نطلبه من ربنا، وربنا جل في علاه يعلم أنه شر لنا، وأنه لو استجاب لنا هذا الدعاء لكان هذا شرا لنا، ربما في الدنيا وربما في الآخرة. كما مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن ولدك طلب منك مثلا أن يذهب ليلعب مع فلان وفلان، وأنت تعلم أن هذين الشابين سيفسدان الولد، وتعلم أنهما يتعاطيان المخدرات، أو أن عندهما بعض المشاكل التي تفضي إلى الولد بالمضرة، فقلت لا تذهب يا ولد. فبدأ الولد يدعوك: أرجوك يا أبي استجب لي وأذن لي أن أذهب لألعب معهما، أرجوك يا أبي، ويتوسل إليك وأنت تأبى عليه لأنك أعلم وأحكم منه، وبالتالي تعلم أن لعبك معهما وإن كنت تظنه مصلحة ومتعة لك وخير إلا أنه مضرة. أذكر أن رجلا وصل عمره إلى 60 تقريبا، فخطب فتاة في 30 أو دون 30 بقليل ليتزوجها زوجة ثانية، فوافقت الفتاة وعقد له عليها، وفرح الرجل واستبشر بذلك وبشر الناس وبدأ يعد العدة للعرس والدخول بهذه الفتاة. بعد شهرين أو ثلاثة الفتاة تراجعت عن رأيها وقالت: طلقوني منه. طيب لماذا؟ هل عليه ملاحظة؟ هل بلغك عنه شيء؟ قالت: لا، لكن سبحان الله لم أرتح لهذا الزواج. طيب أنت الآن استخرتي من قبل وأنت قد وافقتي وأقبلت عليه. قالت: لا أريده. هذا الرجل أدخل وساطات لإقناعها، وكان يدعو الله دائما: يا ربي اهدها، يا ربي اجعلها تبقى معي، يا ربي، وقد تعلق قلبه بها، لكنها أصرت على كلامها وعولج الموضوع وطلقها. بعد طلاقها بفترة خطبها رجل أكبر منه بسنة أو سنتين، وافقت وتزوجها ودخل بها. فكان ذاك الرجل الأول يتقطع قلبه حسرة عليها ويظن أنه خير صرف عنه وأعطي لغيره. فبعدما تزوجها الرجل الجديد بشهر أو 3 أسابيع ظهر عند الفتاة ألم في الثدي الأيسر، ذهبوا بها إلى المستشفى فاكتشف أن عندها سرطان في الثدي. بعد عدة علاجات متتابعة قطعوا الثدي الأيسر، ثم بعدما مضى عليها قرابة الشهر بعد قطعه اكتشف السرطان في الثدي الأيمن، ثم مع العلاجات لم تنفع فعملوا لها عملية وقطعوا الثدي الأيمن. زوجها الجديد يصرف وقته معها إما ممرضا في البيت وإما سائقا ومراجعا لها في المستشفيات. ثم بعدما مضى عليها بعد قطع الثدي الأيمن قرابة الشهرين أو 3 ويتأخذ العلاجات المستمرة، فظهر عندها مشكلة في الدماغ فأصيبت بالعمى، ثم سبحان الله مضى عليها 3 أو 4 أشهر ثم توفيت. نسأل الله أن يغفر لها. يعني زواجها من الآخر لم يستمر إلا أقل من سنة، ومع ذلك لم يستمتع بها ربما ولا ساعة. فكنت أقول في نفسي سبحان الله، وأنا كنت أسمع دعاء الأول وأسمع رجاءه ويتصل مرارا لأجل أن نحاول أن نرجعها إليه قبل أن تتزوج غيره، فكنت أقول في نفسي سبحان الله، هو يقول: يا ربي آتني إياها، يا ربي ردها إلي، والله تعالى يصرفها عن لأنه يعلم أنه شر لك وأنت لا تدري. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن أنت لما تدعو تقول: يا ربي زوجني من فلانة، يا ربي ارزقني هذه الوظيفة، يا ربي يسر لي السفر إلى هذا البلد، يا ربي اكفني من فلان، يا ربي يسر لي الدراسة في المكان الفلاني، قد يكون هذا فيه شر لك، وبالتالي ابتعادك عنه وصرفك عنه هو الخير. فلا تقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. المسألة الثالثة: لا تستعجل إجابة دعائك. بعض الناس ربما دعا في الضحى ويترقب الإجابة قبل أن يؤذن الظهر، أو دعا اليوم ويترقب الإجابة خلال يوم أو يومين. الله عز وجل أعلم متى يستجيب سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ كيف يستعجل في دعائه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول دعوت